اهلا وسهلا مشكور. عفرين وحلب واحد. تعطيني احتمالات؟ وين دلغين الجائزة؟ مساء الخير متابعي راديو طيف، رجعنا لكم ببرنامجكم اليومي رمضان مع طيف. اليوم رح نكون معكم من مدينة عفرين ومعنا أسئلة متنوعة وجوائز نقدية. جوائزنا لليوم رح تكون مقدمة من راديو طيف، خليكم معنا وتابعوا الحلقة للنهاية لحتى تشوفوا سؤال الحلقة. هلأ خلينا نبدأ جولتنا بمدينة عفرين. شلون اليوم رمضان مع هالشو؟ والله الحمد لله كويس نعمة. معنا شوية أسئلة، جاهز تشارك معنا بالمسابقة؟ تفضلي. السؤال الأول بيقول من هو الصحابي الذي استشهد في غزوة أحد ومن ألقابه أسد الله وسيد الشهداء؟ علي بن أبي طالب. شلون؟ علي بن أبي طالب. والله ما أعرف. أعطيك اختيارات تساعدك، حمزة بن عبد المطلب. حمزة. صحيح. السؤال الثاني معنا بيقول أكمل الآية ليلة القدر خير من ألف شهر. صحيح. آخر سؤال معنا، ما هي المدينة السورية الملقبة بمدينة أبي الفداء؟ حماة. حماة. صحيح. إن شاء الله ألف مبروك، ربحت معنا جائزة مقدمة من راديو طيف. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. الله يعافيك. شو بتعمل هون مدينة عفرين؟ والله نوقف هون نشتغل عمال أرض البازار، عتال عمال يعني. شو رأيك طالع يومية بالنهار؟ والله نبات 100 ليرة، نبات 150، نبات 50، نبات 40، نبات ما نشتغل شيء من الله هذا. الله يرزقك يا رب. معنا شوية أسئلة، جاهز شارك معنا؟ تفضل نجاوب. السؤال الأول بيقول ما هي المدينة السورية الملقبة بمدينة أبي الفداء؟ حلب؟ لا. مدينة النواعي، شو اسمها؟ حماة. 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 السؤال الثاني بيقول أكمل الآية ليلة القدر خير من ألف شهر. صحيح. آخر سؤال معنا بيقول من هو الصحابي الذي استشهد في غزوة أحد ومن ألقابه أسد الله وسيد الشهداء؟ أبو عثمان. هو أحد أعمام الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أبو بكر. عثمان. أعطيك اختيارات، العباس بن عبد المطلب ولا حمزة بن عبد المطلب؟ العباس. الحب حمزة. حمزة. لأني جاوبت معنا على سؤالين، إن شاء الله ألف مبروك، تربح معنا جائزة مقدمة من راديو طيب. أهلا وسهلا مشكور. الله يسلمك. شو تشتغل حضرتك؟ والله عامل إضافة، عامل كتفي بالساحة. من أيمت لأيمت توقف؟ من 8 للخمسة العصر. شلون الشغل بلائم رمضان؟ والله الحمد لله مستورة يعني. الحمد لله. الله يرزقك يا رب. معنا شوية أسئلة حابين شاركك فيهم. ما هي المدينة السورية الملقبة بمدينة أبي الفداء؟ المدينة حماة. حماة. صحيح. آخر سؤال معنا بيقول من هو الصحابي الذي استشهد في غزوة أحد ومن ألقابه أسد الله وسيد الشهداء؟ لا إله إلا الله. حمزة. حمزة. صحيح. إن شاء الله ألف مبروك، تربح معنا جائزة مقدمة من راديو طيف. مبروك إن شاء الله. الله يبارك فيك، يعطيك العافية. الله يسلمك يا رب. مرحبا. اهلا وسهلا. كيفك؟ الحمد لله رب العالمين. عرفني بحضرتك، من وين انت؟ انا رائد من حلب، حلب مدينه. اهلا وسهلا. شو اتصل لك ساكن بعفرين؟ صار لي 6 سنين. شلون لا عفرين احلى ولا حلب؟ عفرين وحلب واحد. شو بتشتغل حضرتك؟ انا والله بمحل بوظه، محل عباد الرحمن. الله يقويك يا رب. معنا شويه اسئله، جاهز؟ من هو الصحابي الذي استشهد في غزوة أحد ومن ألقابه أسد الله وسيد الشهداء؟ علي، سيدنا علي. نعم. هو أحد أعمام الرسول صلى الله عليه وسلم. الله يعينك. تك اختيارات، علي بن أبي طالب ولا حمزة بن عبد المطلب؟ حمزة. حمزة بن عبد المطلب. صحيح. أكمل الآية ليلة القدر خير من ألف شهر. آخر سؤال معنا، ما هي المدينة السورية الملقبة بمدينة أبي الفداء؟ ما هي؟ المدينة السورية الملقبة بمدينة أبي الفداء. الشام. حلب. مدينة النواعير، شو اسمها؟ حماة. حماة. صحيح.
ان شاء الله الف مبروك تربح معنا جائزه مقدمه من راديو طيف. مبروك ان شاء الله. شرفنا فيكي. مرحبا خالتي. اهلين خالتي، عليكم السلام. منين حضرتك؟ والله من الغوطه. هلا وسهلا. ايش اتصل لك هون بجن تسني؟ شلون ناقيه الوضع بعفرين؟ صعبه كثير الوضع سيء، وجوزي ما بيشتغل قاعد، يعني كل قبل رمضان بشهرين ولهلا ما في لا شغل ولا عمل، قاعد. عندك اولاد؟ كم ولد؟ عندي 5 اولاد وانا جوزي 7. الله يرزقكم يا رب. معنا شوية أسئلة حابين نشاركك جائزة إن شاء الله. أكمل الآية، ليلة القدر خير من 1000 شهر. صحيح. ما هي المدينة السورية الملقبة بمدينة أبي الفداء؟ شوي صعب. حمص ولا حماة؟ حمص على ما أعتقد. مدينة النواعي. النواعي حماة. حماة. آخر سؤال معنا، من هو الصحابي الذي استشهد في غزوة أحد ومن ألقابه أسد الله وسيد الشهداء؟ في اختيارات. حمزة بن عبد المطلب ولا علي بن أبي طالب؟ علي بن أبي طالب. حمزة بن عبد المطلب. لأني جاوبتي معنا سؤالين، إن شاء الله ألف مبروك تربحي معنا جائزة مقدمة من راديو طيف. تصرفيهم بالهنا. سلم إيديك يا رب، يعطيك العافية. مرحبا عمي. أهلين أهلين وسهلين. منين حضرتك؟ أنا من ريف حلب. من حوالي الزربة. شو اتصل لك هون بيرك بعفرين؟ صلي تقريبا شي 6 سنين 7 سنين. شلون شايف الأجواء بعفرين؟ شو بتشتغل؟ والله أنا بيرك ما أحسن أشتغل. الله يقويك يا رب. معنا السؤال بيقول، أكمل الآية، ليلة القدر خير من 1000 شهر. 1000 شهر صحيح. ما هي المدينة السورية الملقبة بمدينة أبي الفداء؟ مدينة ملقبة بأبو الفداء والله ما بعرفها. حمص ولا حماة؟ مدينة النواعير. حمص. حماة. 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 من هو الصحابي الذي استشهد في غزوة أحد؟ أحد ألقابه أسد الله وسيد الشهداء. سيد الشهداء. مين هو الصحابي؟ شو اسمه؟ والله ما تعطيني احتمالات. فيك احتمالات، علي بن أبي طالب ولا حمزة بن عبد المطلب؟ حمزة بن عبد المطلب. صحيح. إن شاء الله ألف مبروك تربح معنا جائزة مقدمة من راديو طيف. مبروك يا عم. جاهز تشارك معنا؟ إن شاء الله. صعب لك الأسئلة ولا سهلون؟ سهلين إن شاء الله. ما هي المدينة السورية الملقبة بمدينة أبي الفداء؟ حماة. حماة. صحيح. أكمل الآية، ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزلت الملائكة. آخر سؤال معنا بيقول، من هو الصحابي الذي استشهد في غزوة أحد ومن ألقابه أسد الله وسيد الشهداء؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لا، صحابي مونبي. سيدة حمزة. نقلوك الإجابة. لأني جاوبت معنا سؤالين، إن شاء الله ألف مبروك تربح معنا جائزة مقدمة من راديو طيف. مبروك إن شاء الله. إن شاء الله. وين تلغي الجائزة؟ هي جائزة نقدية، ما في داعي تلاقيها بمحل بقلب الظرف. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. الله يعافيك. ولهون متابعينا انتهت حلقتنا لليوم من مدينة عفرين. وهلأ السؤال للمتابعين بيقول، ما هي الغزوة التي سميت بغزوة العسرة؟ إذا حابين تربحوا معنا جاوبونا بالتعليقات، وإن شاء الله تكونوا معنا من الرابحين.